فالصلاة ما كان من الفعل لإصلاحها أو لحماية نفسه أو حماية غيره فلا حرج فيه، فالفعل لإصلاحها كسد الفرجة وتقدم المأموم إذا استخلفه الإمام كان إماما، فهذا لا حرج فيه، ولكن لا بد أن يدب وأن يسلكون على هيئة الخاشع لا يجري بل يدب دبيبا حتى يصل إلى مكانه. وكذلك لو رأى عقربا تقصده أو تقصد إمامه فقتلها فهذا أيضا الفعل ليس لا يضر صلاته. وكذلك إنقاذه لأعمى، ومثل ذلك أيضا تنبيهه لمن حوله من المصلين إذا أخطأ في القبلة أو نحو ذلك. وكذلك الإشارة إلى المصلي إشارة يسيرة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صافح ابن مسعود في الصلاة هو يصلي. وقد قال جدي رحمة الله عليه: والمقتدي لا بأس أن يشير لمقتد بجنبه يسيرا إذا كان ذلك يسيرا. وعموما الفعل في الصلاة لغير إصلاحها ذهب الحنفية إلى أن الفعل إذا حصل منه ثلاثة فهو مبطل، وما دون الثلاثة لا يبطل، ثلاثة أفعال. ومثلوا ذلك بالحك، بعض الناس دائما يحك في الصلاة، فعند الحنفية إذا زاد عن ثلاث حكات فإنه مبطل. وقد اختلفوا في الحكة هل المقصود بها الذهاب والإياب أو الذهاب فقط، ذهاب حكة والإياب حكة. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد والاستذكار: إن الفعل إن حرمة الفعل في الصلاة إنما هي استحسان وليس فيها نص، والاستحسان دليل من الأدلة المختلف فيها. ولكن الذي يترجح من مذاهب أهل العلم أن الفعل الذي يخيل الإعراض عن الصلاة هو المبطل، وأن الفعل الذي لا يخيل الإعراض عن الصلاة لا يبطل. ويخيل معناه يجعلك تخاله أي تظن أنه قد أعرض عن الصلاة، مثل ما إذا أخرج نقوده من جيبه وجعل يعدها، فإنك إذا رأيته تعلم أنه قد أعرض عن الصلاة وخرج منها. فالفعل الذي يخيل الإعراض عن الصلاة هو المبطل وما دونه لا يبطل. وهذا في الأفعال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل حفيدته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، فجاءت إليه وتعلقت بثوبه وهو يصلي فحملها، فلما ركع وضعها، فلما رفع حملها. وأيضا كان يصلي وهو ساجد، فجاء الحسين وأمامة فركبا على ظهره فأطال لهما السجود، فلما سلم قال: نعم الجمل جملكما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا النوع من الأفعال لا يضر، وهذا بخلاف الأقوال. فالأقوال إذا تكلم الإنسان في غير الصلاة فإن كما يقول الفقهاء: الصلاة هينة في الأفعال عصية في الأقوال. كثير من الأقوال لا تتحملها ما كان من القول يسيرا لإصلاحها لا يتعدى خمس جمل، بدلالة حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين هو أول من تكلم قال: قصرت الصلاة أم نسيت؟ هذه الجملة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: ذو اليدين قد كان بعض ذلك. فالتفت إليهم فقال: أصدقتم ذي اليدين؟ هذه الرابعة. فقالوا: نعم. هذه الخامسة. فهذا القدر لا يبطل الصلاة. ومع ذلك الاقتباس فيه خلاف، وقد نظم قد ذكر الجلال السيوطي في بعض كتبه أن مالكا قال بحرمته وأنه شدد النكير على من فعله، وذكر في بعض كتبه تكذيب ذلك. وقد نظم ذلك خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، فقال: ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارى لمن إلى تحريمه أشار. نسب الفشارى أي الكذبة لمن إلى تحريمه أشار. أقول: والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاوي الخير. أقول: والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاوي الخير. فتنوير الحوالك شرح الموطأ كتبه السيوطي بعد تأليفه لعقود الجمان وبعد تأليفه للإتقان.
وسيوطي رحمه الله ذكر بعض الاقتباس مما اقتبسه هو ومما اقتبسه غيره.